يا ريت. السلام عليكم بس مازال لكم بس تكتني جيبة قناة ورزازة تسا فرحت في فانوفير فوضى 28 غرادة سبحان الله zoals je kunt zien we lopen in een van de straten in een van de armste wijken van Wurzeze. Je ziet nog gebouwen die nog van misschien de 18e eeuw zijn, wat klein gebouwd. We gaan een gezin bezoeken die we vaker bezoeken. Dit gezin bestaat uit 5 psychische kinderen, waarvan ook de moeder mentaal niet in orde is. Wij gaan regelmatig bij hun bezoek. We gaan hun ook een zakat geven, €500. Zoals jullie kunnen zien, subhanallah, de dekens zijn op, winterdekens zijn op, de kleding zijn ook op. Maar we gaan hun namens jullie een zakat van €500 geven samen. Dan nemen jullie mee. Dit is hier. Pas hier. فين ساكنين دابا؟ يا لا نمشيو للدار. يا لا نمشيو للدار. لاباس بخير سي زياد. لا يلا مشينا انا صافي مشي لا ميشان ميشان سامع الشتر هذا شويه اسكو جدام بيا بركو جيتي فين هو جدام الكاميرا الحاج اشمن هاد الشخ كامل الكاميرا الكاميرا جدام بيا القدره ما تطلع يلا يلا مشي هو صحيح صحيح البيت كاع شنو هذاك المعلم هاد الشن تاعي يلا يلا هاي هاي زين ها اسكو فيجي ضرب الزلزال هنا عليها خرجوا من الدار. سيسانا بسم الله سيسانا ان تايتلك نار عندر بولي غخان سوش يكن زين دور دي عربيتين يست بيتش خبرصت علمان سبحان الله سيما وغلك الكوه هيا وح gaan hun €500 zakat geven en dan gaan we weer verder inshallah. Inshallah. We wachten even op die vader. السلام عليكم. بخير. بخير. الحاج بخير زياد خشي زياد. الحاج 5000 زكاة 5000 واخا 5000 درهم وكاع 5000 تكون شكاك شري لهم الدراهم انت اللي تسرع بان رمضان رمضان حراجه باش تشوف الزر تاع الله ان شاء الله تاع الله باذن 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 الله مرة رشيد رشيد
عشان كحال نجيب ياك دي حاولنا شويه على ضروري غنسلو شي حاجه حوايج صيف شي فرنا غنتي نطيب الفرن والحلوى كل شيء والجمع ما تشربوا الدواء ثلاثه الدراري جوج البنات رمضان قريب الله يخلينا عليكم بالخير.